السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم مصطفى. اليوم جايب لكم سيت 600، مش انا اللي عامله طبعا، يعني انا عامله بس مش صانعه. في فرق بين عامل السيت وصانع السيت. عامل السيت يعني انا مجمعه، جمعت لكم ال 600. دائما فيه مشكله، وانا لهيك نزلت هذا السيت ولهيك جبت الجهاز. دائما بتنزل مثلا عجبك اصوات طربيه وفيهم شويه ربابات من سيت معين، بتنزله بتتفاجأ انه الايقاعات مثلا ما عجبتك كلها طربيه، بدك شيء شعبي، مثلا بدك الزوري. يمكن تلاقي ايقاع زوري واحد، شولاقي واحد، عرب عرب واحد، يعني ما في سيت متكامل. وحتى هذا السيت مش متكامل، يمكن ما يعجب كل الناس، بس انا حاولت اعمل لكم ميكس، يعني خلطه من كل هاي السيتات. فلهيك رح تلاقوا كتير اسماء ايقاعات ملغيه او مخربطه، فلازم تعذروني يعني، لانه رام الجهاز ما بيستوعب كل السيتات او كل الايقاعات الحلوه او كل الاصوات الحلوه، لانه الرام محدد. الايقاع عم ياخذ من الرام والصوت عم ياخذ من الرام، فما راح يشتغل معانا سيت كامل وايقاعات كامله ويكون كله حلو. فاللي عم يعمل اصوات حلوه واو لل 600 عم يضطر يخفف بالايقاعات، واللي عم يعمل ايقاعات لايف عم يضطر يخفف بالاصوات. فانا شو عملت؟ خليت لكم الايقاعات الشعبيه شغاله والاصوات الشعبيه شغاله، وكم صوت طربي وكم صوت شعبي، وكم ايقاع طربي والباقي كله شعبي. عرفتوا؟ يعني انا ركزت على الزوري، ركزت على الشولاغي، ركزت على اللف، ركزت على كتكوفتي، وركزت على الربابات والواو والعصفور والشبابه والكمانجات. ماشي؟ لانه اكيد اللي بده يعزف زوري او دحيه، وفي دحيه كمان، ما راح يجي يعزف ب مثلا كمانجه ولا بصوت الساكس ولا الاكورديون، بده اصوات الزوري يعني كله شعبي. حاولت انا اخلي لكم السيت كله شعبي، ففي اصوات ما راح تشتغل بالسيت طبعا، قليله جدا، وفي ايقاعات كمان قليله ما راح تشتغل معكم. فهذا منه عطل بالسيت، هذا انا اضطريت احذفهم من الرام لحتى انزل الايقاع الثاني. فظلت الاسماء، لانه اذا بدي اشيل الاسماء وارتب السيت بدي شهر لحتى انزل لكم اياه، وبصراحه راح يصير مثل السيت المدفوع. فانا ما يعني معاهد نفسي ما باخذ من حدا مصاري، فنحاول نحن نعمل شيء انه يعني يمشي الحال، يعني يكون عندك ايقاع الزوري حلو، الدحيه حلو، اللف حلو، الكتكوفتي حلو، الربابات حلوه، الواو حلو، العصفور حلو، خلص يعني اكتمل السيت انا بعتبره. بالنسبه للعازفين الشعبي، عازفين الطربي بعطيكم سيت طربي كامل ما في مشكله. عرفتوا؟ فالسيت اللي بيكون كل ايقاعاته شعبيه مستحيل يكون كل اصواته شعبيه، لانه ما راح يساع الرام، يعني حتى مع الناس اللي بتعرف وفهمانه بالاورج بيعرفوا انه ما راح يساع معاهم كل شيء. فانا اضطريت اشيل الدرام كيت من بعض الايقاعات، واضطريت اشيل من الرام كمان الاصوات. في كم صوت يعني. فنحن نعمل عرض هيك سريع وبتشوفوا انتم بتقرروا. وانا راح احط مشان يسالني وين السيت يا شباب، تحت الفيديو صرنا كلنا نعرفها، يعني ما ضل حدا ما يعرف باليوتيوب، بالوصف بتلاقي رابط السيت. كلمه السر هالمره ما راح اكتب لكم اياها، لانه كل مره بكتب كلمه السر وبتاخذوا السيت وما حدا بيشترك بالقناه. انا بعمري ما طلبت من حدا يشترك بالقناه، بس كمان هذا السيت في ناس عم تبيعه وانا بعرف. وياما السيت المره الماضيه تبع الترايتون كلاسيك اكلت عليه بهدله بتسوى العالم، يعني مع انه ما حدا بيحق له يحكي معي شيء، لانه انا ما اشتريت سيت من حدا ولا وزعت سيت حدا، انا دمجت سيتين ونزلته. فما لنا مشكله، عرفتوا؟ يعني انا عم اتحمل مشانكم، فانتم ما مشكله اذا بتشترك بالقناه يعني. بس انا صارت الشغله جكر، يعني انه ليش ما بتشترك بالقناه؟ ليش على برامج اليامها في 3000، تصوروا 3000 تحميل ماشي عندي بالميديا فاير، 3000 شخص حمل البرنامج، في منهم يمكن بس 100 اللي اشتركوا بالقناه. انا ما عم اقول لك مجبور تشترك بالقناه ولا عم اقول لك شيء، بس عم اقول لكم انه دعموني لحتى انا اكمل معكم. ما انا اليوم اذا ما في شيء بشجع، ما انا ما عم باخذ منكم مصاري، اذا ما في شيء بشجع ما حدا رح يكمل، ما حدا مضطر يتعب. وهي اليوتيوب يعني ما مش هالغناه، يعني عم يطلع لي 50 دولار بالشهر من القناه، عم احط لكم اياهم حق اورجات، يعني خساره اورجات، عم بروح اشتري الاورج هم بيعوا كرمالكم، يعني عرفتوا؟ في اورج بيربح في اورج بيخسر، فانه شويه دعم بس لا اكثر ولا اقل، ما بدي منكم شيء. والدعم بدي اياه بس من اللي يحمل من السيت ويستفيد منه، اللي بيحمل اي برنامج ما بيستفيد منه ما بدي منه دعم ابدا. انا ما ولا بجبر حدا اصلا، واهلا وسهلا بالكل، الكل بياخذ كلمه السر ما في مشكله يعني. والرابط راح تلاقوه، وكلمة السر تاخذوها مني على الخاص ما في مشكلة، يعني احط لكم رابط تليجرام تحكوا معي على الخاص بعطيه. بس ما بدي السيت اتفاجئ على الفيسبوك بلاقي البرامج اللي انا بعملهم موجودين مجانا لالاف الاشخاص بالفيسبوك. حتى اللي راح ياخذ مني كلمة السر فيه ينشره على الفيسبوك ما في مشكلة يعني، بس التعب عم يروح لناس ثانية انا متأكد يعني، فما في مشكلة.
خلينا نشوف الايقاعات، برجع بقول لكم انا ما بجبر حدا يدعمني، اللي حابب يدعمني يدعمني، اللي ما بيحب مصطفى لا يدعمه، ما في مشكله يعني، ياخذ السيت واهلا وسهلا فيه. راح نشغل الايقاعات. هاي زلمة، خلص ايقاعات حتلاقوا كتير مضروبة ايقاعات للأمانة يعني، ماشي. بس قلتلكم الزوريات شغالين، الشولاغي شغال، الايقاعات الطربية شغالة، وفي ايقاع عرب شغال او اثنين او ثلاثة ما بتذكر. المهم مشان ما تقولوا انه السيت مضروب، لا السيت منه مضروب، بس هاي اضطريت اعملها يعني، هاي الشغلة اجباري يعني. خلينا نحط خلينا نشوف الأصوات، كمان قلت لكم في أصوات مضروبة. شو يا بابا؟ نشوف الأصوات الشعبية. هاو الزمن ما راح يشتغلوا لأنه أنا شلت السامبلر منهم، لأنه بياخذوا كثير من الرام، بيسكروا الجهاز كله يعني. بس مثل الصوت العادي يعني، هذا الصوت مهم مثلا ما لغيت لكم اياه. واو عفوا،
هذا فاضي. كمان جات نفسهم مع يوديم كذا بروجرام أحسن. كلارينيت فاضي لأنه حجمه كبير. فاضي. شوفوا أي صوت حجمه كبير أنا شلته. اسمعوا الكوالا. هذول طبعا بيعتبروا فاضيين لأنه صوتهم واطي.
هاي البيتش لفوق فيها رشة. ما كيف يعزفون هدول. هذا الصوت من البي اي 700. فاضيات الزمر كلهم فاضيات. في ناس بتقول لي ما عم بتزبط العرض للسيت وكذا وتعزف كل صوت معزوفه، او على صوت امبارح نزلت الفيديو تبع الاكستريم بيقولوا لي الشباب مش عارف تنتقل الاصوات. شباب انا ما بعمل لكم فيديو لسيت مدفوع لحتى اقعد اصور فيه 3 4 ايام، اكيد فهمتوا علي. يعني نحن عم ننزل شيء هيك مجاني، يعني عرفتوا، يعني عم حاول اختصر تعبي وفيدكم، يعني مش كمان مش مجبور انا اجي لتواخذوني. يعني السيت بده شغل تقريبا شي شهر، اضل انا شهر مثلا سهران ويلا وكل صوت بده يتغير اسمه وترتبه بمكانه المناسب، وبتيجي بالاخير توزعه ببلاش. مش مشكله، لا حلال عليكم، انا بالعكس طالع من نفسي يعني، ومش ما عم منن حدا بالتعب، لكن انه لا اجي اتعب كمان بعرض السيت وتصفيه الايقاعات ورتب هاي وهذا الصوت اسمه غلط. اخي ما في مشكله يعني، اليوم يعني انت السيت هو كله 600 ذاكرته 60 ميجا، يعني شو الاصوات اللي فيه، عم تحفظهم بنهار واحد. عرفتوا علي يا شباب؟ فمش مشكلة يعني إذا الفيديو كان مش معرضة كل الأصوات أو كل الإيقاعات، ما أنا من شوي عرضت لكم نص الإيقاعات، إذا بدي أجي أعرضهم كلهم بدي أضل أصور شي ساعة، والإنترنت ضعيف بدي أنطر الفيديو 3 ساعات ما برد على تليفون لحتى يرفع على اليوتيوب. فما تواخذوني، وما عم بطلب منكم شي أنا غير الدعم، برجع بحكي لكم وإن شاء الله خير يا رب والسيت للجميع. وأنا بأول الفيديو قلت إنه ما راح أحط كلمة سر، بس كرمالكم راح أحط كلمة السر، عرفتوا، لأنه بيني وبينكم
رح تصير عندي زحمة كثير على التليجرام. كله بده كلمة السر، وخايف أظلم حدا وما أرد عليه، لأنه في كثير رسائل عم تجيني بظلمهم يعني ما برد عليهم، لأنه بيكونوا صاروا تحت 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 بضل النهار كامل. فرح أنزل الفيديو بالوصف السيت، ماشي، رح أنزله على ميديا فاير، ما رح أرجع أنزل للميجا لأنه ميجا عم يعمل للناس مشاكل، رح أرفعه ميديا فاير، وبالوصف رح تلاقوا كلمة السر يا شباب، مكتوب برابط التحميل هنا، تحته مكتوب كلمة السر، تحتها رح تلاقوا كلمة السر، وكلمة السر صارت معروفة يعني نفس كلمة السر، ما رح أغير لكم إياها مشان ما تضيعوا. فحملوا السيت، واللي مشان ما يضيع السيت تبعه، هلا الكل صاروا يعرفوها هاي، بس للي ما بيعرف فوت ميديا، اوكي ميديا، راح اقرب لكم الشاشه ان شاء الله يقبل يقرب. قرب ايه، لحظه خليني اصور لكم الشاشه منيح. ايوه شباب، نكبس ميديا، بنحط سيف، انت مشان برنامجك ما تضيعه، اللي عنده 600 جديد بعده مش عارف، يمكن السيت اللي عندك احسن من اللي انا السيت اللي عم بعطيك اياه. قلنا بتكبس ميديا، بتكبس سيف هون، بختار هلا اول سيف تو، بيقول لك لوين بدك تحفظه، اذا الديسك ديسك خلص خليه على الهارد، اذا تحب ال شو اسمه، عفوا طلعوا اسماء ستر ما بدي اياهم يطلعوا، بتحط سيف، بيقول لك وين بدك تحفظه، بتقول له بالهارد، بيقول لك اكتب اسم السيت، فيك تتركه نيو سيت وخلص، بيحفظ لك السيت تبع الجهاز اللي موجود على الجهاز ضمن الهارد، ونزل السيت اللي انا بدي بعطيك اياه، اذا ما عجبك فيك ترجع على ميديا، ترجع هون كمان شلت الاسماء ما بدي الستات يطلعوا، وبتاخذ اللي بدك اياه. ماشي يا شباب، وانا ما بدي الستات يطلعوا مشان في سيتات انا مش اخذ منهم، مشان اصحابهم ما يفكروا انه انا اخذ منهم اصوات او ايقاعات، يعني ما بدنا كمان نزعل حدا منا. وشكرا لكم حبايبي.